بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيان ليغ إي كومبخوندر. كالعادة لازلنا مع الصوت أون كما ذكرنا. طبعا كنا قد توقفنا عند هاد الفقرة. إذا كما رأينا أون، مامو دانس، مينا شانت، اون اون افون، اون غون ان انفون، غران بير ا مال ا اون دون، مامو شانت مو اون شانسون، لو شوفال غالوب دون لي شون، بارل دوسمون نو كري با، بيبي دور، روني ترومب سا بلوم دون لانكر. او مينا Elle est dans sa chambre. Laura est dans son trou. Miro attend. Tout le monde est dans le fait. Dimanche de fête. Ahad al-hafl. Ou ahad al-ihtifal. Ou ahad al-id. La fête, le maqsoud bah. L'ihtifal ou l'id, il a gardé l'alik. Et dans le palais, on te parle de l'ahad al-had. ديال الحفلة أو واحد الحد ديال العيد. ديمونش دو فات، سي ديمونش، إنه الأحد، سي لا فات، إنه الاحتفال أو إنه العيد. لي دام سون أون غون، غوغاردي سي سو ليماج، عنا دي فام كي سون أون غون، لي فام سون أون غون، لي فام سون أون غون، لي دام سون أون غون، السيدات في صفوف أو في الصف، دوفون لو ميغ. إذا غوغاردي سيغ ليماج، أون دي دام كي سون أون غون. إذا نتكلم عن النساء أو سيدات كما عندنا هنا، كي سون أون غون، اللواتي هن في صف. لي دام سون أون غون، السيدات هم في صف. في صف يعني عاملين صف. دوفون لو ميغ، دوفون لو ميغ، فوالا سيت ميغ، فوالا سيت ميغ. دوفون لو ميغ، امام الجدار. لي دام سون اون غون دوفون لو ميغ. اذن سي ديمونش، سي لا فيت، سي ديمونش، سي لا فيت. لي دام سون اون غون، Les dames sont en rang devant le mur. Devant le mur. Maman lève les bras. Regardez une autre fois sur l'image. Regardez les dames qui lèvent les bras. Les bras en air. Les mains en air. Regardez-là. Voilà. Ce sont les bras. Si nous prenons cette dame comme exemple, voilà. Elle lève les deux bras. سي دو برا، إلاف سي دو برا، إذن هي ترفع دراعيها. إذن هنا عندنا مامو لاف لي برا، إذن الأم أنها ترفع الدراعين، إكزاكتومون كوم لو فون سي دام، إكزاكتومون كوم لو فون سي دام، كما تفعل هذه النساء. مامو لاف لي برا، الأم ترفع الدراعين. أون إيسي لو فيرب لوفي، عندنا فعل رفع. Le verbe lever. Lever les doigts. Lever les doigts. Ou bien lever les mains. يقول الأستاذ مثلا أحيانا lever les doigts. ارفع الأصابع. Ou bien lever les mains. ارفع الأيادي. ولكن عندما نقول lever les doigts، هنا عندنا le verbe lever فالأمر conjugué à l'impératif. هنا عندنا maman lève les bras. عندنا le verbe lever au présent. تنتكلم على الأم أنها ترفع اليدين. مثلا هنا لم نأمر الأم بأن ترفع الدراعين، لم نقول لها مثلا مامو ليف لي بغا، مثلا لم نقول هنا مامو ليف لي بغا، يعني أمي ارفع الدراعين، أمي ارفع الدراعين، بل قلنا مامو ليف لي بغا. كما نقول هنا ليف لي بغا، هي ترفع الدراعين. ثم عندنا مامون دانس، مامون دانس، الأم ترقص.
Maman danse. الأم ترقص. Un pas en avant, un pas à droite. Un pas en avant, un pas à droite. إذن خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام، خطوة إلى اليمين. خطوة إلى الأمام، خطوة إلى اليمين. خطوة للأمام، خطوة لليمين. إذن طريقة الرقصة طبعا هكذا. Un pas, un pas en avant. رأينا فيما سبق كلمة en avant. رأينا فيما سبق en avant. هذه العبارة إلى الأمام. En avant. إذن عندنا هنا un pas en avant. طبعا كما تنشوفوا كلمة pas أنها تتشبه الكلمة ديال la négation. تتشبه كلمة la négation. كلمة النفي. عندما نقول مثلا il n'a pas d'argent. عندما نقول مثلا il n'a pas d'argent. هو ليس عنده نقود. عندما نقول il a de l'argent. Il a de l'argent. إذن هو عنده من المال. إذن عكسها عند النفي نقول il n'a pas d'argent. إذن نستعمل هاد pas. نستعمل هاد الكلمة. لكن هاد الكلمة طبعا التي عندنا هنا والتي تكتب بنفس الحروف طبعا ليست هي الكلمة الأخرى. هنا نتكلم عن خطوة تكتب بنفس الطريقة طبعا. تكتب بنفس الطريقة. ولكن عندما نقول un pas إذن هاد توضح بأننا نتكلم عن اسم. توضح بأننا نتكلم عن اسم ولا نتكلم عن أداة. إذن un pas en avant. إذن خطوة إلى الأمام un pas à droite. ثم خطوة لليمين. Elle chante, elle danse. هي تغني، هي ترقص. طبعا هنا عندنا لو فيرب شونتي، هنا عندنا لو فيرب دونسي. Elle chante, elle danse. ثم un petit tour à droite. ثم دورة صغيرة لليمين. بحال تنتكلموا على نصف دورة لليمين. ثم تدور إلى اليمين وهكذا. La danse est finie. Bravo. La danse est finie. إذن الرقصة، الرقصة انتهت. Est finie. La danse est finie. إذن الرقصة انتهت. برافو، برافو يعني تشجيع. ثم مامون إي كونتونت إل سوري. مامون إي كونتونت الأم فرحة. طبعا كونتون فرح. في المذكر نحذف هاد أو. في المؤنث نضيف هاد أو الخاصة بالتأنيث. مامون إي كونتونت الأم فرحة. إل سوري هي تبتسم. طبعا عندنا هنا لو فيرب سوغيغ. اون لو فيرب سوغيغ هي تبتسم. ايل سوغي. ومن كلمة لو سوغيغ يعني الابتسامة. لو سوغيغ الابتسامة. إذن تتكتب بحال بحال الفعل. إذن مامون اي كونتونت ايل سوغي. إذن الأم فرحة هي تبتسم. مامون اي كونتونت Elle sourit. Et de Noïd, dimanche de fête. Dimanche de fête. C'est dimanche. C'est la fête. Les dames sont en rond devant le mur. Maman lève les bras. Maman danse. Un pas en avant, un pas à droite. Elle chante, elle danse. Elle chante, elle danse. Un petit tour à droite. Un petit tour à droite. La danse est finie. Bravo. La danse est finie. Bravo. Maman est contente. Elle sourit. Maman est contente. Elle sourit. Tumma indana. Jeu de lecture silencieuse. Quel ada? Lu'bak qira samita. Qui est-ce? Qui est-ce? Men yakoun? Hawl al-su'al al-ashya' naqul kama ra'ayna. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ولكن عندما نسأل عن الأشخاص نقول qui est-ce? من يكون؟ إذن jeu de lecture silencieuse. لعبة القراءة الصامتة. Qui est-ce? من يكون؟ Il galope sur la route. C'est الذي يجري في الطريق. من يكون؟ Il galope sur la route.
سي سي لان مثلا سي لان انه الحمار او بيان سي لو شوفال سي لان انه الحمار او نقول سي لو شوفال انه الفرس طبعا غالوبي تتستعمل للحيوانات بالنسبه للاشخاص نقول il court هو يجري نستعمل لغة كوغيغ il va à l'école à vélo سي il va à l'école à vélo اذا هو يذهب الى المدرسه à vélo على الدراجه سي اذا نقول مثلا سي روني او بيان سي ريمي انه روني او انه ريمي il a une pipe et du tabac سي il a une pipe et du tabac سي اذا عنده مدخن سيجاره اذا هو عنده اداه تدخين كما راينا في المسابق il a une pipe ثم عنده ماذا et du tabac ثم عنده التبغ ثم عنده من التبغ سي سي لو بابا مثلا سي لو بابا انه الاب كما راينا طبعا او بيان سي لو فيرميي كما رأينا في إحدى الصور سيلو فيرمي مثلا إنه المزارع مثلا كما رأينا هنا voici l'hiver ها هو فصل الشتاء لو فيرمي فيم بخي دي فو لو فيرمي فيم بخي دي فو لو فيرمي فيم بخي دي فو إذن المزارع يدخن قرب النار il a une pipe et du tabac c'est le papa ou bien c'est le fermier ثم il met la pâte sur le tapis il met la pâte sur le tapis c'est اذا هو يضع الرجل sur le tapis على السجاد او على الزربيه c'est انه il met طبعا عندنا لو فيرب mettre يعني فعل وضع il met هو يضع la pâte يعني رجل الحيوان sur le tapis على الزربيه سي مثلا سي ميغو انه ميغو il est l'ami domina سي il est l'ami domina سي انه صديق مينا سي مثلا سي ميكي انه ميكي مثلا انه القط ميكي elle danse elle chante سي هي ترقص هي تغني سي إنها سي مامون إن الأم elle danse elle chante سي هي ترقص طبعا عندنا هنا لو فيرب دونسي elle chante هنا عندنا لو فيرب شونتي elle chante إذا هي تغني سي إنها سي مامون إنها الأم إذا نستأنف الفقرة القديمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.